لا يعني الهدوء الحذر الذي خيم خلال فترة النهار على مدينة طرابلس أن عاصفة الاحتجاجات هدأت. مداهمات مستمرة للقوى الأمنية وسط معلومات تفيد أن كل ما يجري مخطط له ومدبر لتستغل طرابلس وتحول لصندوق بريد لرسائل سياسية. بحسب معلومات الأو تي في، المشهد ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق فعلا بالاحتجاجات على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وتحركات أخرى مسيرة. ومن خلال متابعتي للوضع على الأرض وبالشارع وتواصلي مع عدد كبير من الناس، بقدر أكد أنه ولا طرف سياسي طرابلسي له دور بالإخلال الأمني الموجود بالبلد. في ناس عم تستغل موضوع الجوع والفقر والحاجة والمرض والدواء وارتفاع الدولار لصناعة فوضى بالمدينة، وهيدي الأطراف المعلومات اللي عنا موجودة خارج طرابلس، يعني للأسف تمول بعض الأشخاص وبعض الأفراد بالمدينة من أجل إحداث هيدي الفتن والقلاقل لإحداث فوضى بالمدينة تخدم أجندتهم السياسية. التوتر في طرابلس ينعكس أيضا على المناطق المحيطة، حيث أكد رئيس بلدية برج اليهودية في المنيا حرصهم على دعم الجيش والقوى الأمنية. كل مرة بطرابلس بينزلوا الناس ليعبروا عن الوضع المعيشي السيء، بينزل مندسين. هالمندسين لحد لازم الدولة تعرف مين الناس. بينزلوا مندسين هدفهم إثارة الشغب وخلق الفوضى الخلاقة في مدينة طرابلس، من أجل أنا رأيي من أجل تأجيل الانتخابات النيابية، التعرض للجيش اللبناني أمر مرفوض رفضا تاما من جميع أهالي طرابلس. ولا يمكن حدا من أهالي طرابلس تعرض للجيش، لأنه عندنا الإيمان ونحن عندنا الإيمان، لأنه الجيش هو الحامي الوحيد للوطن وهو العمود الوحيد الذي بقي حامل لهذا الوطن. إذا سقط هذا العمود سقط على رؤوس جميع اللبنانيين. حتى الساعة كل الاحتمالات مفتوحة في طرابلس على أسبوع من التصعيد.